السلام عليكم. في موقع اسمه شات بي دي اف، ده عباره عن ايه؟ ان انت بترفع الملف اللي انت عايزه وتبدا تتناقش مع الذكاء الاصطناعي ويجاوبك من خلال الكتاب دوت. تمام، يعني هقول له ارفع الملف اهوت، واخترت مثلا الملف ده، هو بيبدا يعمل له ابلود وتبدا بقى انت تساله. هو كده بيعمل له ملخص للكلام اللي بيلاقيه، اسال اي سؤال والإجابة تكون موجودة في الكتاب ده بس. يعني لو عندك كتاب قانون مثلا في دولة من الدول، خلاص هو بيجيب لك من الإجابة من الكتاب ده بس، وحتى بيقول لك رقم الصفحة بتاعتها. طيب، في ميزة برضو حلوة، إن أنت ممكن تيجي هنا تقول له شير شات، يعني الشات ده هيديك لينك لما تشاركه مع حد من أصحابك يقدر إن هو يشوف الشات اللي حصل بينك وبين الذكاء الاصطناعي دوت. تعالى نفتحه، او ممكن تشاره على الفيسبوك او تشاره على التليجرام الرابط دوت. فكل الكلام اللي اتقال بينكم بيتشار عادي. تمام، تقدر تعمل ايديت، تسمي، تعمل ايديت للاسم بتاع الشات، تقدر تعمل له داونلود اكسبورت، تقدر تعمل ريسيت، تقدر تعمله جديد، او تعمل ديليت للشات.